بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وتبعه وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذنا وعلى أحبابنا وذوينا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نعم، لدينا باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب والذي سبق، يعني باب ما جاء في تكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا وبينا الفرق بين التكاء والتكاء، معناهما مختلفان، ليس كما اشتبه على بعض الناس وأنكر على الإمام الترمذي رحمه الله في إتيانه بهذين البابين باستقلال. ثم التكاء ما يتكأ به، ما يعتمد عليه، ما أعد للاتكاء عليه، ما أعد للاتكاء والاعتماد عليه من وسادة ونحوها، ما هو تكاء. أما اتكاء يعني مجرد اعتماد، هنا يعني اعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه بسبب مرضه، هذا هو. ثم وبالسند المتصل وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنا معه، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن عاصم رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن سلمة رضي الله عنه عن حميد رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا من يعني كان مريضا، كان مريضا من الشكوى وبمعنى المرض، توكأ بمعنى اعتمد، الشكاية والمرض كما في النهاية، يعني في نهاية ابن الأثير. نعم، متى كان هذا الخروج من من أين خرج؟ خرج من الحجرة الشريفة إلى أين؟ إلى المسجد. نعم، متى كان هذا؟ كان هذا في مرض موته. نعم، وعليه الثوب فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه، يتوكأ يعني يعتمد عليه، ثم اعتمد عليه يعني هكذا، اعتمد على كتفه هكذا على عضده
ثم مشى. فعليه ثوب قطري أو أني قطري، أو كان مصنوع من ناحية بالبحرين اسمها قطر، فإذا قطري، أو برد من نوع من البرود اليمنية يتخذ من القطن يقال قطري. نعم هذا قد سبق، حديث قد سبق. ثم قد توشح به فصلى بهم، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالناس. نعم ما معنى توشح؟ توشح به يعني جعله وشاحا، ك يعني يلبس المحرم الرداء، جعل الوسط تحت يعني إبط اليمنى، ثم هكذا ألقى الطرفين على العتق هكذا، هذا هو وشاح. نعم توشح به كما يلبس المحرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن المبارك رضي الله عنه قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف رضي الله عنه الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان رضي الله عنه عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال أشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد ووضع كفيه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. إذن هذا فضل بن عباس رضي الله عنه. الخفاف هو صانع الخف أو بائع الخف. نعم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، عصابة إما خرقة صفراء أو عمامة صفراء. لو كان معناه عمامة صفراء فهو مستند لبس العمامة الصفراء. هناك بعض الناس يلبس عمامة حمراء، نعم حمراء، مستنده مستند لبس العمامة الحمراء ما قرر من أن الملائكة نزلت يوم بدر بعمائم حمر على ما في بعض الروايات. نعم فإذا هكذا يعني مع كل هذا الأفضل الأبيض، نعم البيضاء، ومع ذلك فالإمامة البيضاء أفضل كما تقدم. هكذا ذكر هنا إبراهيم الباجوري رحمه الله مرة ثانية. ثم هذا فضل ابن عباس رضي الله عنه قال فسلمت عليه، يعني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رد عليه السلام، لكن في الحديث حذف ليس فيه ذكر رد السلام. نعم ثم فقال يا فضل، قلت لبيك، هذا تثنية لبا لبا، معناه أجيبك إجابة بعد إجابة. قرأت في بعض الشروح أجيبك إجابة بعد إجابة إلى يوم القيامة، يفيد هذا الاستمرار إلى يوم القيامة هذه الإجابة. ثم أشدد بهذه العصابة رأسي، هكذا قال. لماذا أمره أن يشد؟ فإذا الإصابة ما كانت مشدودة على رأسه، خرقة أو يعني عمامة كانت ملقاة على رأسه بدون شد الرأس بها، لذلك أمره أن يشد. لماذا؟ ليسكن العلم بالشد فيخف إحساسه به، ويؤخذ من ذلك أن شد العصابة على الرأس لا ينافي الكمال والتوكل،
لأن فيه إظهار الافتقار والمسكنة. نعم. فإذا هذا كان علاجا ماذا؟ لألم الرأس للصداع، هكذا شد العصابة على الرأس هو علاج طبيعي. نعم، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، هو فعلت يعني شددت بالعصابة رأسه الشريف. ثم ماذا فعل؟ ثم قعد، يعني بعد أن كان ملتجعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتجعا بعد شد رأسه بهذه العصابة، عندما وجد خفة قعد، فوضع كفه على منكبه. لماذا؟ على منكبه لماذا؟ وأراد أن يقوم فاتك عليه ليقوم، لذلك قال اتك، وضع كفه على منكبه هكذا، ثم قام، اعتمد على منكبه ثم قام. فدخل المسجد فصلى به. فدخل المسجد ودخل في المسجد. نعم. ثم وفي الحديث قصة في نسخ طويلة، يعني في الحديث قصة طويلة. ما هو القصة؟ خلاصتها هذا، أنه صعد المنبر، دخل المسجد وصعد المنبر وأمر بنداء الناس، فإذا أمر المنادي يعني ينادي الناس، فناداه وحمد الناس وأثنى عليه. إذن اجتمع الناس فحمد الله، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى وأثنى عليه، يعني مقدمة لخطبته. والتمس من المسلمين أن يطلبوا منه حقوقهم، هكذا يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الناس أن يأخذوا منه حقوقهم، يعني لو بقي لأحد من الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الحق أن يأخذ منه، هكذا أمرهم. هذه القصة ستأتي في باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستأتي القصة فيما بعد مفصلة. وهنا أن إشارة فقط. وجميع الشراح قالوا أن هذا أشد الرأس بالعصابة، معناه العلاج، لا ينافي الكمال في التوكل، لأنه نوع من التداوي وإظهار الافتقار والمسكنة والتبري من الحول والقوة. فإذا هذا خصوصا هذا الشد، عموما العلاج والتداوي لا ينافي كمال، لا ينافي الكمال في التوكل، مع كمال التوكل يمكن العلاج التداوي. نعم. توكل أمر آخر، يعني لو عالج أو لم يعالج، الشفاء من الله من الله تعالى، الجزم بهذا الأمر، اليقين بهذا الأمر هو التوكل، ومع ذلك يمكن أن يباشر الأسباب. نعم. بعده باب، باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الأكل؟ الأكل إدخال غير المائع من الفم إلى المعدة، والشرب إدخال المائع منه إليها، هكذا عرفوا بيّنوا معنى الأكل. كل يعلم مع ذلك، هذا هو شأن الشراح، هم يلبطون الأمور. نعم. الأكل إدخال غير المائع، من أين يدخل؟ إدخال من الفم إلى أين؟ إلى المعدة. الشرب إدخال الماء، فإذا الفرق بين الأكل والشرب بكون المدخل مائعا أو غير مائع. نعم. هذا الذي قرأت عبارة ملا علي القاري، قال إبراهيم الباجوري: الأكل بفتح الهمزة إدخال الطعام الجامد من الفم إلى الباطن، إلى الباطن، سواء كان بقصد التغذي أو غيره كالتفكه. الأكل يصدق بالتفكه أيضا،
لا حاجة أن يكون للتغذي. فمن قال لا أكل إدخال شيء من الفم إلى البطن بقصد الإغتذاء لم يصب، لأنه يخرج من كلامه أكل الفاكهة، أكل الفاكهة أيضا من الأكل، وخرج بالجامد المائع، فإدخاله ليس بأكل بل شرب. أما الأكل بضم الهمزة فاسم لما يوكل، وأحاديث هذا الباب 5. هكذا ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه عن سفيان رضي الله عنه عن سعيد بن إبراهيم رضي الله عنه عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه 3. قال أبو عيسى رحمه الله وروى غير محمد بن بشار رضي الله عنه هذا الحديث، قال كان يلعق أصابعه 3. فإذا في الحديث روايتان، أولا يعني كان يلعق أصابعه 3، هذا رواية محمد بن بشار شيخ الإمام الترمذي. أما شيوخه غير محمد بن بشار كيف رووا؟ قالوا كان يلعق أصابعه 3. إن معنى الروايتين مختلف، هذا معنى الرواية الأولى التثليث يعني في مرات اللعق يلعق 3 مرات، ومعنى الرواية الثانية كان يلعق 3 أصابع. كم مرة يلعق لم يذكر، وفي الأولى كم إصبع يلعق لم يذكر. اللعق ما معناه يعني اللحس، لحس يلحس. نعم. ذكر ابن حجر رحمه الله يلحس بعد الأكل، يلعق معناه يلحس بعد الأكل، فيسن قبل المسح أو الغسل وبعد الفراغ من الأكل لعقها. متى يلعق؟ بعد الفراغ من الأكل، ليس أثناء الأكل. ثم وهذا قبل مسح اليد بمنديل ونحوه وغسله قبله يلعق، ثم بعد ذلك يمسح ثم يغسل. هكذا المسح والغسل كلاهما من السنة لرواية. هكذا قال ابن حجر. ثم يقول لرواية مسلم رحمه الله ويلعق يده قبل أن يمسحها. لماذا؟ هذا محافظة على البركة المعلومة بما يأتي. نعم، هذا المسح محافظة على البركة سيأتي، يعني فيها لا تدري لا تعلم، لا يدري في أيهن البركة. الحديث هكذا إذا أكل أحدكم طعامه فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيهن البركة، فإذا محافظة في هذه البركة يلعق. ثم وتنظيفا لنا لها، تنظيفا للأصابع أيضا، لا في أثناء الأكل. لماذا؟ لأن فيه تقدير للطعام، يعني هو لو لعق أثناء الطعام ثم يعيد الإصبع إلى الطعام ويكون في إصبعه آثار الريق، وهذا يكون تقدير للطعام، لا يفعل هذا. نعم. فينبغي لمن يتبرك به أن يفعل ذلك مع من لا يستقدره. ثم وفي رواية يلعق أو يلعقها غيره، إما هو بنفسه يلعق أصابعه أو يلعق إصبعه غيره. من هو غيره؟ ما ذكر ابن حجر رحمه الله. فينبغي لمن يتبرك به أن يفعل ذلك مع من لا يستقدره من نحو ولد. الولد يمكن يلعق إصبع أمه أو أبيه، هكذا
نعم، من ولد أو خادم، الخادم يعني يلاقى إشباع مخدومه، أو زوجة يحبونه، أو الزوجة تلعق إصبع زوجه زوجها. على العكس أيضا، الزوج يلعق إصبع زوجته، هكذا. نعم، هناك ليس استقذار، ويحبونه ويتلذذون بذلك منه، فإن في ذلك بركة. نعم. ثم ثلاثا، يؤخذ منه ندب التثليث اللاقي، وعليه فالذي يظهر أن الأكمل أن يلاق كل إصبع ثلاثا متوالية. فإذا لا يلاق هكذا مرة ثم إصبع مرة ثم إصبع مرة ثم يبدأ بالأولى، ليس كذلك، بل هو أولا يلاق، يعني الترتيب هكذا، الوسطى أولا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني بثلاثة أصابع، فإذا يلاق الوسطى ثلاث مرات، ثم هذا المسبح ثلاث مرات، ثم الإبهام ثلاث مرات. هذا الذي قال كل إصبع ثلاثا متوالية لاستقلال كل، فناسب كمال تنظيفها قبل الانتقال إلى البقية. وحمل هذه على الرواية الآتية، وأن المراد بثلاثا أصابعه الثلاث ليس في محله، لأنه إخراج اللفظ عن ظاهره بغير دليل. فالصواب أن الملعوق ثلاث أصابع كما بينته الرواية الآتية، وأن اللاقة ثلاث لكل من تلك الثلاث. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق ثلاثة أصابع، لأنه يأكل بثلاثة أصابع، ثم بعد ذلك يلعق كل إصبع ثلاث مرات، يلعق كل إصبع ثلاث مرات. نعم، هكذا مجموع يعني تسع مرات. من غير إخراج للأولى عن ظاهرها بأصابعه الثلاث، الإبهام والسبابة والوسطى. يبدأ بالوسطى لأنها أكثر تلويثا، إذ هي أطول، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها. أخرج الإمام الطبراني رحمه الله في الأوسط، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. نعم، هكذا. هذا لعق الأصابع. كذلك لعق الإناء أيضا من السنة، وساق لعق الإناء أحمد والمصنف وابن ماجه وابن شاهين والدارمي وغيرهم. ماذا قالوا؟ من نكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. يعني لعق القصعة إما مباشرة كما يفعل الأولاد، هم يعني يلعبون لا يدرون، هذا هو الفعل، أو أظن يكفي أن يلحس يعني يمسه بإصبعه ويلعق، أظنه يكفي هذا. ثم قال المصنف رحمه الله، نعم، الترمذي ذكر في الجامع، وهو حديث غريب، وروى أبو الشيخ من نكل ما يسقط من القصعة آمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق. فوائد عظيمة جدا خفية على الناس، الناس لا يبالون. من نكل ما يسقط من القصعة، يعني آية يسقط في المائدة، يعني يسقط من القصعة على المائدة، لو أخذ وأكله، يؤمن مما من الفقر ومن البرص ومن الجذام. الفائدة ليس له فقط بل لولده أيضا، وصرف عن ولده الحمق. ثم والديلمي، أخرج الديلمي رحمه الله، من نكل ما يسقط من المائدة خرج ولده صباح الوجوه ونفي عنه الفقر.
نعم. خرج ولده صباح الوجوه مضيء الوجوه. نعم. كذلك نفي عنه الفقر أيضا، أزيل عنه الفقر أيضا. نعم. وأورده في اللحياء إمام غزالي رحمه الله بلفظ عاش في سعة وعوفي ولده. هذا رواية الديلمي أخرجه الإمام غزالي رحمه الله في اللحياء بهذا اللفظ، يعني من نكل ما يسقط من المائدة خرج ولده كيف صباح الوجوه ونفي عنه الفقر عاش في سعة وعوفي ولده. هكذا بدل خرج ولده من هناك هكذا. ثم والثلاثة مناكير، هذه الحديث يعني من منكر مع ذلك هناك. نعم رواه مسلم رحمه الله، يعني رواية أخرى، من وقعت لقمة أحدكم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمت ما كان بها من نذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه لأنه لا يدري في أي طعامه البركة. فإذا هذا أصل ثابت لأكل ما سقط من المائدة والقسعة. ثم هذه الفوائد المذكورة في هذه الأحاديث يعني مناكير والغريب. نعم يكفي هذا للاستدلال، هذا فضائل فلا بأس. ثم ابن هجر رحمه الله أخيرا يقول تنبيه في الأحاديث المذكورة الرد على من كره لعق الأصابع استقذارا، بعد أن يستقذر لعق الأصابع عليه رد في هذه الأحاديث، هذا لا يعتبر مستقذرا. القاعدة هكذا، ما قب ما حسنه الشرع فهو حسن، ما قبحه الشرع فهو قبيح، هذا هو القاعدة عندنا. فإذا هذا ما حسنه الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لو كان مستقذرا لا يفعل. نعم. ثم ومن ثم قال الخطابي عاب قوم أفسد عقولهم الترفه لعق الأصابع، هذا سبب ترفههم. نعم. عاب قوم لعق الأصابع أفسد عقولهم الترفه، لفساد عقولهم بالترفه هم عبوا، وزعموا أنه مستقبح كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع والصفحة جزءا مما أكلوه، فإذا لم يستقذر كله فلا يستقذر بعضه، يعني ما بقي على الإصبع هو جزء مما أكله، كذلك ما بقي في القصعة جزء مما أكله، فإذا ما أكله ليس مستقذرا ليس مستقبحا. ثم كيف كان هذا الجزء مستقذرا الذي بقي على الإصبع أو على الصفحة على القصعة؟ هو يعني رد عقلي ما شاء الله. ثم قال وليس فيه أكثر من مصها ببطن الشفة، يعني عندما يأكل هو يمص هذا الطعام ببطن الشفة، هل هناك في العقل إصبع أو القصعة أكثر من هذا؟ لا. ولا يشك عقل أنه لا بأس بذلك. نعم. وقد يدخل الإنسان أصابعه في فيه فيدلكه ولا يستقذر من ذلك أحد، ولم يستقذر من ذلك أحد، يعني هو ماذا يدخل إصبعه في فيه فيدلكه، هل يستقذره أحد؟ لا. نعم. هكذا يعني ما ذكره الخطابي ملخصا، ويؤيده أن الاستقذار إنما يتوخم في اللعق أثناء الأكل. لماذا؟ سبقا بينا، لأنه يعيدها في الطعام وعليها آثار ريقه، وهذا غير سنة. ثم هو ينبه على فائدة عظيمة، اعلم أن الكلام في من استقذر ذلك من حيث هو لا مع نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعق النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، لو استقذر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا
يخشى عليه الكفر، وإلا خشي عليه الكفر إذ من استقدر شيئا من أحواله صلى الله عليه وسلم مع علمه بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم كفرا والعياذ بالله. استقدار شيء من أحواله صلى الله عليه وسلم كفر. فإذا من استقدر العقل أصابعه لا يكفر، بل هذا استقداره منكر عليه. لو استقدر فعله صلى الله عليه وسلم من لعقه الإشباع فقد كفر والعياذ بالله. ثم فإذا جمع ابن حجر رحمه الله بين الروايتين، كان يلعق أصابعه ثلاثا، كان يلعق أصابعه الثلاث، كلاهما صحيح، معناهما مختلفان يفيدان فائدة مستقلة مستقلة. نعم. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال رضي الله عنه قال حدثنا عفان رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن سلمة رضي الله عنه عن ثابت رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة. لعق بالكسر يلعق بفتح العين هكذا، لكن هنا يعني مكتوب التشكيل بفتح العين، هذا يظن خطون. لعق أصابعه الثلاث. وبه قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي رضي الله عنه قال حدثنا يعقوب بن إسحاق رضي الله عنه يعني الحضرمية قال حدثنا شعبة رضي الله عنه عن سفيان الثوري رضي الله عنه عن علي بن الأقمر رضي الله عنه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. هذا حديث قد سبق، نعم شرحناه هناك شرحا وافيا. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن علي بن الأقمر رضي الله عنه نحوه. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا عبدة بن سليمان رضي الله عنه عن هشام بن عروة رضي الله عنه عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث. ابن حجر رحمه الله قال فيه ندب الأكل بالثلاث ومحله إن كفت وإلا فكما في المائع زاد بحسب الحاجة. ثم لماذا اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلاث وكان يأكل بالثلاث؟ لأنه الأنفع، إذ الأكل بإصبع أكل المتكبرين لا يستلذ به الآكل ولا يستمرئه للضعف ما يناله منه كل مرة، فهو كمن يأخذ حبة حبة. وبالخمس يعني الأكل بالخمس يوجب ازدحام الطعام على مجراه والمعدة، فربما استد مجراه فأوجب الموت فورا. ممكن بسبب يعني كثرة اللقمة رجل يموت. فإذا هو توسط بينهما. فإذا هذا طعام جامد مثل الخبز واللحم كذا كذا يوكل بثلاث. ملا علي القاري يقول قال العلماء يستحب الأكل بثلاثة أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لضرورة، فقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم ربما كان يستعين في الأكل برابع أصابعه وكان لا يأكل بإصبعين. يعني في الحاجة هو أيضا يأكل بالرابع، لو كان يعني ماذا الشيء مائي مثلا هو يأكل العريس. نعم العريس. فإذا هو كأنه يشرب هذا أكل ما ذلك كأنه يشرب. نعم. وقال الشيطان يأكل بهما، شيطان يأكل بإصبعين
فإن ترك الأكل بإصبعين. ثم وعما ما أخرجه سعيد بن منصور من مرسلي بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس فمحمول على القليل النادر لبيان الجواز أو على المائع، فإن عادته في أكثر الأوقات هو الأكل بثلاث أصابع ولعقها بعد الفراغ. نعم هكذا غالب ثلاث. ثم لو احتاج إلى الرابعة يلم الرابعة، ثم لو احتاج إلى الخامسة يلم الخامسة، أو هو أكل بالخامسة لبيان الجواز. نعم فإنما اقتصر على الثلاث. لماذا؟ لأنه الأنفع إذ الأكل بإصبع، مع أنه فعل المتكبرين لا يستلذ به الأكل ولا يستمري به لضعف ما يناله منه كل مرة، وهو كمن أخذ حبة حبة. وبالإصبعين مع أنه فعل الشيطان ليس فيه استلذاذ كامل، مع أنه يفوت الفردية أيضا، والله وتر يحب الوتر. وبالخمس مع أنه فعل الحريصين والمتنجعين يوجب ازدحام الطعام على مجراه من المعدة، فربما انسد مجراه فأوجب الموت فورا فجاءة. على كل حال هذا الأكل بالأصابع هو السنة، الأكل بالأصابع هو السنة، يعني في هذا الزمان كثرة الأكل بالملاعق والشوكة هكذا، إما يأكل بالملعقة أو والشوكة وهكذا آلات، هذا خلاف السنة، هذا ثقافة يعني الغرب لا يزال ينتشر بين المسلمين. نعم إن الأكل بالأصابع هو السنة. وإبراهيم الباجوري رحمه الله يقول وقد تورع بعض السلف عن الأكل بالملاعق، تورع يعني اجتنب ورعا هذا الأكل بالملاعق. لماذا؟ لكون الوارد إنما هو الأكل بالأصابع، الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت منه الأكل بالأصابع والسنة. نعم إذن اتباعه من محبته صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان، فإذن يجب هذا الاتباع الأكل بالأصابع. نعم ثم ورد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل يعني سكينا وأمثاله يعني لقطع اللحم وكذلك لقطع الفواكه هكذا. ومع ذلك عندما يأكل لا يأكل بالملاعق ولا بال يعني الشوكة، بل هو يأخذ بثلاثة أصابع ويأكل، هذا هو السنة ينبغي اتباعه. نعم ثم وفي الكشاف عن الرشيد أنه أحضر إليه طعام، هذا خليفة رشيد، فدعا بملاعق، رشيد هو دعا بملاعق للأكل لأكل هذا الطعام، وعنده أبو يوسف، قال أبو يوسف صاحب الإمام الأعظم رحمه الله فقال له جاء في تفسير جدك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم جعلنا لهم أصابع يأكلون بها فأحضرت الملاعق، يعني هذا من خلفاء بني العباس هارون، فإذن جده عبد الله بن عباس من أجداده، يعني قال أبو يوسف قال جاء في تفسير جدك ابن عباس رضي الله عنهما، أين جاء في تفسير قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ما معنى قوله تعالى لقد كرمنا بني آدم؟ لهذا التكريم يعني معاني كثيرة، من جملة هذه المعاني هذه الخصلة أيضا جعلنا لكم أصابع يأكلون بها، يعني بخلاف سائر الحيوانات، الحيوانات والطيور سائر الحيوانات لا يأكلون بالأصابع، ما جعل الله سبحانه وتعالى لسائر الحيوانات أصابع يأكلون بها، بل يعني
لبعض الحيوانات يكون أصابع، فإذا مع ذلك هذه الحيوانات يأكلون يعني بفمها مباشرة، يأخذون بفمها من الأرض يأكلون. في بعض الأحيان يستعمل الأصبع، ليس كذلك الإنسان. إنسان يعني الله تعالى جعل الأصابع لماذا؟ للأكل بها. فإذا ثم أهلرت الملائكة، أبو يوسف رحمه الله أنكر على هارون إنكارا على الرشيد إنكارا شديدا، فردها وأكل بأصابعه. فهذا رشيد رجل متواضع، هو رد هذه الملائكة وأكل بأصابعه. ما شاء الله، يجب هذا الاتباع. نعم، وهذا رد أبي يوسف رحمه الله ينطبق على كل من يأكل بالملائكة من المسلمين. ثم حديث واحد يبقى، وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا الفضل بن دكين رضي الله عنه قال حدثنا مصعب بن سليم رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، مقع من الإقعاء، يعني كان يجلس جلسة الإقعاء. سبق أن ذكرنا في باب جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس يعني الإقعاء. لماذا كان يجلس الإقعاء؟ من هنا نفهم سبب إقعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون إهداء للجوع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع كثيرا، نقرأ تاريخ جوعه صلى الله عليه وسلم. فإذا إهداء لجوعه كان يجلس جلسة الإقعاء. جلسة الإقعاء سبق أن فسرنا، يجلس على العليتين ناصبا ساقيه ثم يتأبط بيديه هكذا، أو ماذا يربط بيديه ساقيه هكذا. نختتم بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.